اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في حلقه اليوم من ملعب الاهلي. هنتكلم عن النواحي الفنيه. نجم الكبير الكابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن؟ مشرف ومنور. كابتن اسلام ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ بخير. كله تمام؟ انت بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. كلنا بخير ان شاء الله. الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن ماهر امام. ازيك كابتن؟ مشرف ومنور. اهلا حبيبي. ربنا يقويك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. نستمتع بيكم دايما. كابتن محمد حشيش مشرف ومنور. ازيك يا اسلام؟ ازيك يا نجم؟ ايه الالوان الحلوه دي؟ ها فعلا بحب اللون ده قوي انا. والله لجوه ده لحولك حالا. يعني كابتن عادل، يعني احنا كلنا تفاؤل، احنا بنحب نضحك كده مع حضراتكم شويه علشان كلنا الحقيقه متفائلين. كنت قاعد مع كباتن كلهم متفائلين الحقيقه بمباراه بكره. التفاؤل حاجه والنواحي الفنيه حاجه تانية. النواحي الفنيه شيء مهم جدا جدا في مباراه غدا. الجهاز الفني ان شاء الله ربنا يكرمه ويقدر يختار 11 لاعب وثلاث تغييرات، ويختار 18 لاعب الاول في القائمه. احنا عندنا 22 لاعب، يختار 11 وبعد كده يختار 18 انا اسف، وبعد كده يختار ال 11 منهم وثلاث تغييرات. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. فالنواحي الفنيه لها عامل كبير في مباراه غدا. كابتن عادل، مباراه مهمه، مباراه صعبه، حواليها ظروف كتيره جدا. الاول نتكلم بشكل عام، كيف يخرج اللاعبين عشان نفكر بقى في الناحيه الفنيه، ازاي يخرجوا من الجو ده كله؟ ناحيه الضغط والتوتر والكلام اللي بيثار من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. اللعيبه اكيد زينا بتقرا على السوشيال ميديا اللي بيتكتب، بتقبل. ازاي يخرجوا من الجو ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه هم مش زينا. نعم. لان هم زي الكوماندوز صاعقه، خاصه اللي بيلعب في النادي الاهلي، المركز الاول، المركز الثاني كانه الاخير. وبالتالي عمليه الخروج من بطوله لبطوله عمليه الجانب النفسي والجانب الفني، دي امور كلها اللاعب بيتحملها. ولذلك دايما لاعب اللي عنده خبره والقائد بيبقى ليه ثمن كبير جدا. لذلك كلنا متفائلين، لانه اعتقد انه يمكن اكثر من عنصر عنده الخبره هيكون متواجد في مباراه بكره ان شاء الله. وده اللي احنا يمكن في الفتره اللي فاتت كنا مفتقدينها في الماتش اللي فات. كان احنا في الاستوديو بتاعنا قبل الماتش بيوم كنا بننادي ان احمد فتحي يبقى موجود في وسط الملعب. مظبوط. كخبره وكاداء وكراجل هيقوم بالدور الدفاعي والهجومي، ويدي فرصه لكريم ويدي فرصه لعمرو السوليه ان هم ينطلقوا ويروحوا يؤدوا الواجب الهجومي ويؤدوا الواجب الدفاعي. والحقيقه احنا عملنا 45 دقيقه جيده جدا، لكن انا كان ليا بس تحفظ صغير. نعم. ان اجاييك ركبته مش عايزه الارض الصلبه دي، فما كنتش احب ان هو يبتدي بيه. ولذلك عنده العذر ان هو ما قدرش ان هو يؤدي. كذلك ناصر ماهر برضو الخبرات بتاعته الافريقيه قليله، وكان كنا محتاجين حد في الحته دي في الوقت ده. الحاجة الثانية والأخيرة إن احنا تقريبا الماتش ده يمكن نتغلبه. بس هو أنا لسه كنت هقول لحضرتك، بس الفريق عمل مباراة، أنا من وجهة نظري يعني، لأن في ناس بتخالفني في هذا الموضوع، أنا شايف إن لا، الفريق عمل مباراة. مين قال الكلام ده؟ احنا مقدين 70 دقيقة على أعلى مستوى. يمكن هناك بعض التغييرات أنا وصلت للدقيقة 70 75. وشايف إن الكرة خلاص بتعاند. أنا ممكن أختلف مع حضرتك في النقطة دي بقى. أكمل طب الكلام. الكرة بتعاندنا، مش عايزه تدخل. يبقى انا هدافع واعمل المرتده. مش هدافع يعني انا هقبل بالبونت، لا، في طريقه في التدريب ان انا هامن جولي بحيث ان انا على الاقل انا ضامن البونت، واعمل المرتده باشتراك بقى ازارو سرعات، حسين الشحات سرعات، ملوش واجبات دفاعيه خالص، بحيث ان انا اعمل له كرات طويله. بس هم دول الاثنين اللي نزلوا يا كابتن. ما خلي بال حضرتك الشناوي كان اتصاب في اول المباراه. كان يا كابتن بيأدي واجبات دفاعيه، انا مش مفروض. نعم؟ ان انا كان بيأدي واجبات. مين؟ دفاعيه. اللي هو مين؟ حسين كان بينزل يدافع، انا مش مفروض في الوقت ده اخليه يدافع. ليه؟ لان كان اجاييه وكان ناصر الواجب الدفاعي كان فيه قصور شويه. انا بتكلم الكلام ده ليه؟ لان جمهورنا عارف الكلام اللي احنا بنقوله، لان برضه الجمهور الدرجه الثالثه وجمهورنا في النادي الاهلي فاهم وواعي كويس قوي ويعرف. لا، وعايز تقول في جزء من التغييرات حضرتك كنت شايفه ممكن يبقى احسن من كده. البدايه يا كابتن، البدايه زي ما هو لعب ماتش سيمبا هنا
لما لعب هشام والاثنين اللي على ادالهم واجبات هجوميه قويه جدا وجبنا 5 تجوال في اوف تايم، حاجه كانت اداء كان رائع جدا والولاد استوعبوه جدا. عشان كابتن استحملني النهارده، بس هو لما لعب كده في مباراه سيمبا هناك الناس قالت لك ايه اللي انت بتعمله ده؟ بتلعب ليه 3 في نص الملعب؟ لا 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 اصلا هو ده هو ده ما هو الناس في ناس الكلام رايح جاي، الناس بيقولوا حاجه واحنا بنقول حاجه ثانيه. الراجل ما بيلعبش 3، هو كريم مش بيجيب جوال؟ كريم نيدفيد مش كريم احمد يعني وعمر مش بيجيب جوال يعني، هو مش ديفندر زي حسام عاشور بقى واقف مسمار وكان عمرو السوليه زمان كان اي مدير فني بيلاعبه كان بيلاعبه مكتفه، حاطط 2 ديفندر ما بيعملوش اي واجبات هجوميه. نعم. الراجل ده ما بيلعبش بثلاثه، الراجل ده بيلعب واحد قدام السرد باكين وبيخلي الاثنين اللي على اليمين وعلى الشمال في عمليه انطلاق يؤدي الواجب الهجومي وعندهم من البدني والفني ان هم يرجعوا بسرعه جدا ويعملوا عمليه ارتداد. لما انا في الوقت ده الماتش اللي فات لو انا بدافع ب7 و8 وبخلي ازار وحسين في المقدمه واستغل اندفاع فريق فيتا كلاب ان هو يهاجم وانا اعمل الكونتر اتاك بتاعي او الهجمه المرتده بتاعتي لازار والحسين ويبقى فيه التكمله من رمضان او اي حد بيكمل عمرو او كريم، سهل جدا انك انت في الوقت ده تجيب جول. بس الاول خرج. انا اقصد ايه يعني ما يكونش رمضان اللي يخرج، كان اجاي اللي يخرج واجاي خرج من الاول. حضرتك تقصد من الاول بقى من الأول البدايه لان اجاي ما ينفعش يلعب على الارض الصلبه دي. ناصر ماهر الخبرات بتاعته في الوقت ده هي مدارس مش... هي مدارس يا كابتن عموما، لانه في النهايه هو حضرتك وجهه نظرك ان شايف ان اجاي علشان كده. علشان كده يا كابتن احنا لما بنيجي نتكلم في التحليل وجهات النظر تتحمل كل الكلام. انا ممكن اكون مخطئ 100% وصحيح 100% برضه وصحيح 100%. المدير الفني هو اللي بيتحمل المسؤوليه بالزبط. بس برضه زي ما انت حضرتك بتمشي في الشارع وكلنا بنمشي في الشارع، الفريق بيكسب الناس كلها بتيجي تهنينا، الفريق لا قدر الله ما يحصل اي مشكله الناس بتيجي وتبقى زعلانه وتكلمك طبعاً. فاحنا جزء من هذا الكيان، الجزء ده لما انا اقول الكلام ده بقول لمصلحه الفريق. انا من وجهه نظري جاز المدير الفني يكون بيتفرج علينا، جاز حد يترجم له يقول له والله الناس بتقول ان كان فيه ممكن ناصر ما يبتدئش، اجاي ما يبتديش، ويبقى فيه احمد فتحي، ويبقى فيه حسين الشحات من البدايه، يبقى فيه فلان من البدايه، ويبقى بازار يكون من البدايه مع رمضان ويبقى يلعب براسين حربه ويلعب. يعني دي وجهه نظر كمدير فني حر. هي وجهه نظر يعني حضرتك لو كنت المدير الفني وقلت هذا التشكيل هو ده التشكيل اللي هيلعب. تمام. وبالتالي النادي مدرسه كابتن عادل طعيمه كمدير فني ان هو يقول هذا التشكيل او يعني يلعب بهذا التشكيل، لكن مدرسه مارتن لاسارتي هو دلوقتي اللي عينه شايف اللعيبه وشايف هم بيلعبوا ازاي وشايف مين اللي كويس وشايف مين اللي وحش. المفروض يعني اي مدير فني في نقطه كابتن مهمه جدا عايز اكملها وهي ان هو انا كمدير فني بقى انا خلاص انا وصلت للدقيقه 70 75 ال 10 دقائق ديت مع حراره مع رطوبه مع ارض صلبه مع بعض اللاعبين ما كانوش موفقين، يعني كرة بتتلعب ده مش جنب العارضة مش عايز تخش، الجول يعملها كده يروح مطلعها، خلاص انا حسيت ان اليوم ده مقفول. اليوم ده مقفول بالنسبه لي، يبقى انا تغيرتي يبقى فيه تغيير ان انا اامن ما يجيليش، يبقى انا لو طلعت البونت ما كناش ممكن نتعب. خلي بال حضرتك ممكن برضو حد يجي يقول لك ما هو ده مش تفكير النادي الاهلي، مش تفكير النادي الاهلي ان هو يفكر في بونت. لا ما هو لا ما هو تفكير النادي يعني. تفكير النطل لا انا مش هلعب على بونت، راجل هيامن انا ضامن بونت اهو خلاص، بس انا هلعب على 3 بونت. هلعب على 3 بونت عن طريق المرتد لان هو بيهاجم بكثافه هو اخر 10 دقائق عملوا فينا. يمكن التغيير الثالث يا كابتن او يعني تغيير محمد الشناوي هو ده اللي فرق معاه شويه. اكيد تقريبا اكيد طبعا فرقت معاه جدا سواء دفاعيا او هجوميا. خلي بال حضرتك ما هي دي النقطه دي واضحه جدا ان الشناوي ربنا يشفيه وان شاء الله يكون موجود بكره باذن الله تعالى. التغييره دي فرقت معانا لما عنده 3 تغييرات الشوط الثاني كانت هتفرق جدا معانا، لكن باذن الله تعالى في تعويض بكره ان شاء الله والتشكيل شاء الله. المناسب والمكسب المناسب باذن الله. تمام كابتن ماهر برضو خليني اكلم حضرتك شويه على الجانب النفسي. المباريات اللي زي دي بيبقى الجانب النفسي فيها اهم من الجانب طبعا ما فيش اهم لكن يعني قريبين الجانب النفسي والجانب الفني، لكن لعيبه النادي الاهلي دايما يتميزوا بشخصيه، من المفترض انهم يتميزوا بشخصيه قويه، شخصيه النادي الاهلي، شخصيه لاعب النادي الاهلي لازم تكون مختلفه عن الشخصيه. كيف يكتسب اللاعبين هذه الشخصيه في مباراه بكره؟ بص سلاب كانت في لقطه ظريفه يمكن افتكر امبارح او اول امبارح زياره الكابتن محمود الخطيب ومستر مانويل جوزيه. دي يعني بتدل على
العامل النفسي اللي انت بتتكلم عليه. أيوه. ان مهم قوي رئيس النادي يبقى موجود في التحضيرات الاخيره لفريق الكوره، وجايب لهم كمان مين علم من ضمن الاعلام اللي حققت انتصارات كثيره جدا مع النادي الاهلي. أيوه. لجل الثقه بيطمن على اللعيبه، بيتعرف كمان مستر لاسارتي، كان لقطه جميله جدا. أوه. ان يعني راجل خواجه بيبارك بيه بيبارك بيه، يعني دي لقطه يعني خواجه يعني ذكي جدا يعني. بيقول له بتمنى بقى ان انا يعني الخير اللي ربنا ادهولك يوصل لك. اخد شويه بقى، اخد شويه شويه. فدي كانت لقطه من ضمن اللقطات اللي تحسب للجانب النفسي. وكانت لقطه ظريفه جابها لك سمير. اتعملت بشكل جميل. السلام عليك يا صبر. يعني دي لقطه من ضمن اللقطات اللي بتتكلم عليها يا اسلام. العامل النفسي هنا مهم قوي، يعني قيمه وقامه. يعني مانوش زيه صاحب الانجازات مع النادي الاهلي اكتر من 7 سنوات، وانت كنت واحد من ضمن النجوم اللي حققوا انتصارات للنادي الاهلي وجيلك العظيم يا اسلام. فالنهارده بتعرف بقى طبعا مستر لاسارتي اللي هو يمكن قادم على النادي الاهلي اول سنه بالنسبه له، ويمكن حوالي اكتر من 12 13 مباراه. فدي لقطه كانت ظريفه جدا، بتنعكس انعكاس قوي جدا قوي جدا على لعيبه النادي الاهلي. لان معظم نجومنا اللي هم محتاجينهم الفتره الجايه اللي عندهم خبرات كانوا موجودين مع مستر مانويل جوزيف في انجازات النادي الاهلي في هذه الفتره. فالعامل ده مهم جدا، ينعكس بشكل كبير جدا على اللاعبين، بيوصل لنا صوره حتى للجمهور ان كل المنظومه الرياضيه اللي موجوده في النادي الاهلي، من مجلس الاداره للجنه الفنيه لجهاز الكوره للاعبين لجمهور النادي الاهلي، كله متكاتف خلال الفتره اللي جايه. الكابتن محمود الخطيب اهو كمان موجود بيسلم على اللعيبه، بيشد من وزرهم في خلال هذه المقابله الجميله. وده احنا اتعودنا عليه اسلام، يعني متورثين الجانب ده مع جميع مجالس اداره النادي الاهلي. لكن طبعا الكابتن محمود قيمه كبيره جدا حتى للعيبه كلها، يمكن جت وسلمت عليه. ده بدايه الشغل الفني الاداري لمستر لاسارتي. الجانب النفسي اللي احنا النهارده بنحضره بشكل جيد جدا، هينعكس طبعا على اداء الفريق خلال تركيبه الفرقه بقى الجزء الثاني والاهم. ازاي بقى الراجل مستر لاسارتي اللي هو اتفرج على شرايط للثوره الجزائري خلال الفتره اللي فاتت من خلال الدوري الجزائري اسلام، او من خلال المباراه الافريقيه ويمكن اخرها مع سامبا، ومن خلال هذه المشاهده اللي احنا بنسميها بلغه التدريب الاعداد الذهني لهذه المباراه، ان هو ازاي بيشوف نقط الضعف اللي موجوده في فريق الثوره الجزائري، وازاي بيعرف نقط القوه اللي موجوده في فريق الثوره الجزائري، ويبدا يتعامل من خلال النقطتين دول يا اسلام ازاي يحط الاستراتيجيه او الخطه المناسبه لهذه المباراه. حتى الخطه اذا كانت من خلال الدفاع والهجوم، عناصر التشكيله اللي تقدر تخوض بهذه المباراه لازم يكون من خلالها عندنا لعيبه بتقدر تقوم بالجانب الدفاعي، ولعيبه تقدر تقوم بالجانب الهجومي بشكل جيد من خلال اللاعبين. يبقى عندنا بعد كده ان شاء الله الستارت الحقيقي اللي هو المباراه 90 دقيقه. يمكن الكابتن عادل اتكلم على الجزء اللي كان موجود في فيتا. النادي الاهلي كان مسيطر بنسبه يمكن 70%، يمكن باستثناء ال 20 دقيقه الاخر اللي حصل فيها ان احنا قلنا التغييرات اللي كانت مضطره وغصب عن الجهاز الفني، منها يمكن اصابه الشناوي. لكن عايز اقول لك ان كلنا اجمعنا ان الكابتن عادل كان حته الدفع باحمد فتحي في وسط الملعب نتيجه الخبرات اللي موجود عليها احمد فتحي في هذه المباراه تفرق، كانت معانا بشكل جيد. لكن عايز اقول لك النهارده ان احمد فتحي وجوده مطلوب بشكل كبير جدا في نص ملعب النادي الاهلي. لو حسام عاشور مش موجود هيفرق معانا في حته القياده الفنيه والخبرات والمجهود المبذول بالنسبه لاحمد فتحي. تمام. كابتن حشيش، برضو خلينا نتكلم في الناحيه النفسيه وبعد كده هنتكلم في النواحي الفنيه. اخيرا يعني في الناحيه النفسيه دي، حملات ممنهجة معمولة على حكم المباراة، على مصطفى شوبير، على بعض اللاعبين الأهلي محظوظ ان اصل مروان مصاب، اصل مش عارف اجايه ماله، اصل كذا. اللعيبة تتخطى الموضوع ده ازاي؟ برضو لانه نقطة مهمة جدا الناس لازم تفهمها. اللعيبة يعني اللعيبة زينا تفتح تليفوناتها وبتشوف الدنيا ماشية ازاي وبيتقال ايه وبيعمل ايه، هل من الممكن ان هم يتأثروا بشكل سلبي مثلا؟ بص، يعني انا شايف ان يعني انا مش من انصار طبعا في البدايه ان انا اتكلم على المباراه اللي فاتت. انا واخد المباراه اللي جايه دي اللي جاي.
حاجة مختلفة تماما يا كابتن عادل، بظروف مختلفة تماما. نعم. ماتش اللي فات انت كنت رايح تقابل فيتا وانت اول، مركز اول متصدر، لها وضع مختلف، اجواء مختلفة برا، فرقة عندها طموح يمكن في الماتش ده كان اكتر منك شوية، الاجهاد اللي والنزول البدني في الشوط الثاني كل ده اثر. مين طلع بقى، مين دخل، مين كان ممكن يبقى موجود، احنا هنترك الموضوع ده خلاص جانبا، هو خلص. ماتش جديد بكره، ماتش على ارضك، تتكلمش ان انت راح عايز تكسب بره ارضك، ده ماتش في ارضك، ما عندكش بديل غير الفوز عشان تكمل، خسران بطولتين قبل كده الاخرانيين، عايز ترجع لبطولات افريقيا تاني من جديد، عندك عناصر مهمه موجوده بكره، منها طبعا الجمهور اللي هيمثل قوه دافعه جدا للنادي الاهلي، وجود الخبرات تاني في النادي الاهلي موجوده زي حسام عاشور واحمد فتحي، دول كفيلين يا اسلام ان هم يبعدوا اللعيبه عن الشد العصبي وعن السوشيال ميديا والحاجات ده دورهم، ودور الجهاز، وطبعا محمد يوسف له دور كبير قوي في الحته دي، لانه طبعا عشان اللغه وعشان السنس بتاعنا، هو لازم هو اللي يحاول يقفل على اللعيبه خالص الحته دي، و يعني يزود الحوافز عند اللعيبه. كذلك احنا لو قارنا بين الفرقتين مفيش مجال للمقارنه بين الفرقتين، لو هنتكلم ورقه وقلم، فرقه تاريخ كبير في بطولات افريقيا، وفرقه الثانيه لسه بتتحسس افريقيا. افتكر طموح النادي الاهلي كبير قوي ان هو عايز يرجع لبطولات افريقيا وعايز يخش كاس عالم للانديه. كذلك لو هنتكلم على المستوى الفوارق الفرديه بين لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه الشبيبه، دي حاجه برضو مختلف، عندنا لعيبه خبرات، عندنا لعيبه اعمار صغيره، عندنا عنصر الخبره، عندنا عنصر الشباب، زي ما قلنا كمان الطموح لازم يبقى حاجه مهمه جدا. انت ثلاث ارباع اللعيبه اللي موجوده في تشكيله النادي الاهلي، 22 لعيب دول يا كابتن عادل، ثلاث ارباعهم لسه ما عملش بطولات، عايزين يعملوا بطوله للنادي الاهلي ولنفسهم. كل العوامل دي تلعب على ارضك وفرقه متعادل معاها هناك، هنا المفروض ان شاء الله باذن الله في المباراه الحاسمه دي ان انت تكسب وتكسب كويس، بس لو استغليت العناصر اللي فاتت دي كلها، وكذلك ان انت من البدايه عنصر التركيز، واهم حاجه كمان ضياع الفرص اللي عانى منه النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، سواء الماتش اللي فات او اللي قبله او على مدار الفتره اللي فاتت حتى في بطوله الدوري، الفرص الكتيره اللي بتجي لك السهله اللي بتضيع دي عايزه مزيد من التركيز. يعني انا غريبه مش شايف في قائمه الهدافين في البطوله مفيش الا كريم نيدفيد بثلاث اهداف في البطوله. بس خد بالك حضرتك في وقت طويل كان وليد ازارو مصاب، كان في وقت طويل في مروان يوسف مصاب، ضغطه المباريات خلت ان الشهر بيفرق معاك في اربع خمس مباريات. انت كده رجع لك الهدافين بتوعك، سواء مروان سواء ازارو موجودين، اي حد منهم هيبتدي، دول هدافينه على مستوى عالي. اعتقد ان مباراه زي بكره ان شاء الله باذن الله بالعوامل يا كابتن ماهر يا كابتن عادل اللي انا قلتها دي من البدايه، ان شاء الله باذن الله نسهل على نفسنا من البدايه الماتش باذن الله، وتبقى دفعه باذن الله لدور الادوار اللي بعد كده. طيب هنكمل كلامنا مع كابتننا الكبار، ولكن نطلع نشوف تقرير مع حضراتكم مع جمهور النادي الاهلي وتوقعاته لاهم او لمباراه غدا ان شاء الله اللي هتكون في تمام الساعه السادسه. نطلع نشوف تقرير مع حضراتكم ونرجع نكمل تاني. وان شاء الله اكيد الفريق شبيبه الثوره الجزائري هيكون نازل طبعا يدافع، والاهلي لازم يكثف من هجومه ويخلي الاداء سريع عشان خاطر يعرف يكسب المباراه من بدري. ان شاء الله باذن الله بالدفع بتاع الجمهور، مصر كلها ملتفه حوالين النادي الاهلي في الفتره الاخيره باذن الله، من غير مقاطعه باذن الله، يعني ان شاء الله يبقى اداء مبهر ونتيجه باذن الله تغلب على الاداء اللي موجود في قلب الملعب باذن الله. بامر الله الفرقه هتبقى مظبوطه، يعني هتبقى محضره كويس، وهنقدر ان شاء الله ان احنا نتواصل ان احنا نكسب ونوصل للنهائي ان شاء الله المره الجايه. ان شاء الله الاهلي هيخش نفسيا مرتاح بسبب ان هو بيلعب على ارضه في وسط جماهيره، وهنكسب مرتاح باذن الله. باذن الله هي يعني بالجماهير وبروح اللعيبه باذن الله هيبقى
وبالاداء الجماعي ده كله ان شاء الله هيبان مع اللعيبه وباذن الله نكسب ونعدي ان شاء الله. بامر الله الاداء يختلف على ارضنا ووسط جمهورنا وان شاء الله هنكسب باذن الله وهنصعد. بس باذن الله يعني انا ليا رجاء يشد حيلهم روح الفنانه الحمراء ترجع. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن عادل. خلينا بقى نروح للجانب الفني. شبيبه الثوره من الفرق المفاجاه هذه البطوله، من الفرق اللي عامله مباريات جيده، تحسنوا كتير جدا مع مديرهم الفني الجديد كريم الزاوي وعاملين شغل محترم الحقيقه خلال هذه الفتره. كيف ترى فريق شبيبه الثوره؟ هتلاقي النتائج الايجابيه بتاعتهم في ملعبهم، لان ملعبهم زي ما انت شايف ترتان والملعب ضيق شويه، وهم يعني عندهم مهاره الاستلام والتسليم في الملاعب الترتان. نتائجهم بره مختلفه. بس في نقطه كنت لازم اوضحها، انا اتكلمت على الماتش اللي قبل كده، لانه اذا انا لازم اعرف ميزاء اذا كان هناك اي نقص او اي حاجه ايجابيه او سلبيه انا باخدها بالمباراه اللي قبل كده علشان احاول ان انا اتفاداها. فلما الاقي اتفاداها لو سلبيه بحيث ان انا الاقي مثلا انه عادل طعيمه مثلا بره خبراته قليله في الجانب الدولي وانا عندي القائد اللي ممكن يديني الحته ديت، فيبقى انا في الدفع بتاعي، لان الراجل ما بقالوش شهرين، وشهرين دي في عمر التدريب حاجه قليله جدا، واحنا اشدنا مليون مره ان هذا الرجل فعلا من المدربين اللي عندهم فكر، وزي احنا شفنا كده عنده برضه سنه المرح مع التركيز مع الحزم. نعم. ولا يمنع ابدا انه يلاقي نجم عنده يروح معاده احتياطي يطلعه في اي وقت، ما عندوش حته النجم، عنده الفرقه كلها هي النجم. الفريق الجزائري اعتقد انه بكره في الملعب اللي احنا ان شاء الله بنفخر بيه برج العرب هيلاقي ملعب مختلف، هيلاقي فيه أرضية ملعب مختلفة، هيلاقي فرقة مختلفة. الفرقة المختلفة دي هيلاقي إنه ما هياش مجهدة في فترة وقت جيدة جدا، الحمد لله تقريبا أسبوع أو أقل. فدي طبعا كلها هتبقى عوامل مؤثرة جدا، إلى جانب إن هو مش هيلعب على التعادل. ودي نقطة مهمة جدا لازم نبقى فاهمينها، التعادل ما أعتقدش إن هو يفيده، فهو هيلعب على المكسب. لا، لو تعادلوا يستنوا الفريق الثاني ماذا سيحدث من الفريق؟ ما هو ده ما يبقاش بايده بقى. ما بقتش بايده بقى، بقت بيد حد ثاني. صح. انا بقول لما هو بيلعب يبقى هو عايز يكسب. نعم. وبالتالي دي برضه هتبقى نقطه مهمه جدا للنادي الاهلي، انه هيبقى فيه مساحات ممكن هو يستغلها، في استحواذ مع خطوره. واللي اكثر خبره زي ما قال محمد، انه الاكثر خبره والاكثر دراية واللي عنده تاريخ في البطولات ديت واللي عنده إمكانيات عالية فنية ودولية أعتقد هيبقى ليه اليد العليا بإذن الله تعالى. وبالتالي احنا لعبنا المباراة الأولانية وكنا في ظروف صعبة جدا وكان في إجهاد وكان في ضغط مباريات، ومع ذلك احنا تعادلنا هناك، وكان هو الملعب الترتان ده كان في منتهى الصعوبة على لاعبتنا. أعتقد بإذن الله تعالى بكرة هنلاقي في مساحات موجودة في الفريق، هنلاقي فيه بفضل الله دعم جماهيري عالي جدا، توفيق ربنا هيبقى موجود باذن الله تعالى معانا بكره، لانه الفريق ده تعب وشقي علشان يوصل للمرحله ديت. اعتقد انه باذن الله تعالى المكسب هيبقى حليفنا. كمان المدير الفني من ضمن الميزات اللي هي موجوده عنده ولا هي موجوده مع المدربين المحترمين المحترفين، انه دايما بيدرس الفريق اللي هيلعبه. نعم. بمجرد ماتش فيتا ما خلص على طول بياخد من ماتش فيتا كان فيه هناك عناصر سلبيه وعناصر ايجابيه، اخدت منها الايجابي والسلبي بحاول ان انا اعالجه، ثم بدرس الفريق اللي انا هلعبه، بشوف نقاط القوه فين ونقاط الضعف فين، وعلى اساسه بختار التشكيل بتاعي اللي هو بيديني ثبات في التشكيل. يعني انا برضو مش هلعب كتير في التشكيل، يعني خط الظهر، حراسه المرمى اذا كان الشناوي او علي الاثنين باذن الله تعالى موفقين، في وسط الملعب لا خلاف على عمرو وعلى كريم، واذا كان بقى هيلعب بعاشور او فتحي او اي حد دي الرؤيه بتاعته، في المقدمه اذا كان مروان او اي حد منهم هيلعب
فده برضو في نوع من انواع التشكيل الثابت. تغيير واحد او اثنين عمرها ما بتفرق ابدا مع الفريق. وبنشوف الكلام ده على مستوى الفرق الاوروبيه الكبيره قوي، برشلونه وريال مدريد، بتبص تلاقيه الراجل بيلعب ريال مدريد قاعد ميسي قاعد احتياطي، مفيش مشكله، لانه طالما التغييرات في حدود الحاجه المعقوله ما بيغيرش الفرقه كلها، ما بيغيرش خمس مراكز، غير مركزين ولا حاجه، والكلام ده بينعكس على الانسجام اللي موجود. ثم الدكه بتاعته بتبقى قويه امتى؟ يدفع باللاعب المناسب في التوقيت المناسب. ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، انه بيخلي المدير الفني وهو بيقرا الفريق المنافس بيقرا سيناريو المباراه ويبقى عارف امتى ادفع بازارو، امتى ادفع بمروان، امتى ادفع بفتح، وهكذا. تمام. ودي الحاجه الايجابيه اللي انا متوقعها باذن الله تعالى، ان شاء الله توفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ثم بجهد ولادنا. حته مهمه جدا يا كابتن قبل ما انساها، ولادنا اللعيبه، انا التليفون بتاعي يبقى فيه حظر، انا ما افتحوش علشان ما انسقش ورا المواقع. انا دي انا لا اقرا جورنال ولا افتح تليفون، صعب لان انا مش عايز. صعب؟ لا لا لا، ما هو صعب عشان انا يا كابتن، انا باخد في السنه سي من الرقم، ربنا يزيد الناس كلها. انا لازم احرم نفسي من سهر، احرم نفسي من اكل معين، احرم نفسي ان انا اروح سينما الا اذا كان فيهم اجازه، اخد ولادي اقفل صح ماشي، كل ده ممكن. انما المواقع كابتن عادل كل ده ممكن الا التليفونات، هم غيرنا خالص. حاجه ثانيه خالص. انا بتكلم صح، ده بالنسبه لهم زي الاكل والشرب. بالظبط كده. طب اذا كان انا لاعب بقى هتاثر بالكلام ده، يبقى انا ما استحقش حب الجماهير ودعم الجماهير والمقابل المادي الكبير اللي النادي بيديهوني. تمام. ما لازم انا احرم نفسي برضو من الحاجه دي. صحيح. تمام. كابتن ماهر، اهم نقاط القوه اللي موجوده في فريق شبيبه الثوره. بص يا اسلام، هم برضك بيحضروا زي ما النادي الاهلي بيحضر برضك، يعني ده مؤخرا فعلا. مؤخرا في الماتشين ثلاثه الاخيره منذ تولي كريم الزاوي الاداره الفنيه، زي ما حضرتك بتقول بالظبط، بيلعبوا على الارض من ورا بالظبط. يعني واضح قوي ان احنا شفنا على الترتان هم واخدين على الحاجات اللي فيها التمرير، ودي الاهم، التسليم والتسلم اللي بيعملوه في وسط الملعب بشكل كبير جدا، وهم بينجحوا فيه لحد ما تبان ثغره. معظم ثغراتهم بتبقى عن طريق الكور الثابته، الفاولات الجانبيه، الكورنر، واخد بالك، اللي بيقدروا يخترقوا منها. التسليمات برضو حتى الهدف اللي دخل فينا يا اسلام، يمكن كان كروس عرضي اتعمل، الراجل واقف بين ايمن اشرف وواقف بين ياسر، قدر يلعبها بدماغه بشكل ايجابي. الحاجات دي اكيد طبعا احنا عندنا درايه بيها، زي ما قلت لك، الاعداد الذهني للمباراه السابقه لمستر بسارتي عن الثوره الجزائريه، اتفرج عليهم في شرايط اذا كانت محليه او اذا كانت في الدوري الجزائري او اذا كانت افريقيه، واخرهم يمكن مباراه سيمبا. هتلاقي نتائجهم كمان يا اسلام، يعني هم لعبوا بس في الدوري الجزائري 22 مباراه، فازوا في 8 مباريات وتعادلوا في 7 وخسروا 7. عندهم سجلوا 18 هدف واهتزت شباكهم 12 هدف، يعني بيجيبوا جوال، عندهم جانب هجومي بيقدروا يجيبوا اجوال من خلالهم، وعندهم جانب دفاعي بيدخل فيهم برضك اجوال. لو بصينا على مباراتهم الافريقيه، لعب 5 مباريات يمكن في المجموعه، فاز في 2 وتعادل في 2 وخسر 1، لهم الاهداف 6 وعليه 6 والنقاط 8 نقاط، يعني بيجيب وبيخش فيه، يعني واضح ان هو عنده مهاجمين بيقدروا يسجلوا اهداف، وكمان عنده مشاكل في خط ظهره بتيجي منه اهداف، واهداف باخطاء واضحه قوي في حته عدم التمركز، عدم التغطيه والميلان. عايز اقول لك ان هم برضك عندهم دوافع نفسيه بالنسبه للاداره، يمكن عملت مكافئات بالنسبه لهم في الفتره الاخيره عشان تشجع، وفلوس متاخره طلعتها الاداره برضك، ده اعداد نفسي ليه قبل لقاء المباراه. يمكن بعض التصريحات قالوا ان احنا يعني تاريخنا في افريقيا يمكن اول سنه نشارك، وده كان شرف لينا ان احنا نقابل النادي الاهلي طبعا، وكان الكلام ده كله برضك اسلام يعني بلغه الكره بيخوفنا، يعني بينيمونا وده اللي حصل. النهارده وصلوا يمكن لثمان نقاط، فانا شايف ان ده حاجه بتحسب لهم، عندهم مدرب واعد عنده خبرات بشكل كبير جدا، يعرف النادي الاهلي كويس، وارى النادي الاهلي في معظم المباريات السابقه اذا كانت محليا او افريقيا. لكن في الاول والاخر اسلام، انت عندك الشخصيه البطل، عندك 8 بطولات افريقيه، انت صاحب الانجازات الافريقيه، نادي القرن، انديه العالم مرتين،
الخبرات اللي موجوده عندك في لعبتك، زي ما اتكلمنا على التشكيله، اكيد مستر لسارتي التشكيله ثابته، يمكن عنصر او عنصرين ممكن يخشوا اللي يضافوا بشكل كبير، منهم احمد فتحي، نتمنى احمد فتحي يبقى موجود في المباراه ديت، واحنا بنأكد على احمد فتحي، واحنا عارفين احمد فتحي قوته الدفاعيه او خبرته اللي موجوده في نص الملعب كلاعب جوكر بتاثر ازاي على تيم النادي الاهلي. واحنا محتاجين يا اسلام زي ما قلنا قائد في خلال هذه الفتره، لان بردك عاشور بقى له فتره مصاب مش موجود، بتحس كده ان احنا بنفقد قائد يقدر يدير المنظومه من ناحيه الدفاعيه ومن ناحيه الهجوميه او من ناحيه الروح القتاليه العاليه. جمهورنا كمان، جمهور النادي الاهلي اللي هيزحف الى استاد برج العرب والعدد المسموح له حوالي يمكن 10,000، احنا عارفين جمهور النادي الاهلي واخلاصه ومساندته القويه لفرقته، وخصوصا ان حان الوقت ان جمهور النادي الاهلي يقف خلف لاعبته، لان المباراه دي مباراه مصيريه بالنسبه لنا لا تقبل القسمه على 2، محتاجين الثلاث نقاط، محتاجين الفوز بشكل كبير جدا باذن الله. كابتن حشيش بقى، كيفيه استغلال نقاط الضعف، يعني نقاط الضعف، قول لنا الاول نقاط الضعف ايه؟ انا في رايي نقاط الضعف نفسيه مع فرقه شبيبه الثوره. الفرقه جايه عارفه بتلعب مين؟ النادي الاهلي، وعارفه ان النادي الاهلي ملوش الا فرصه واحده، مظبوط، انه يكسب. هم عندهم فرصتين وجايين متصدرين، مهما الجهاز قاعد يحفظ في اللعيبه ويقول لهم انسوا خالص ان انتوا لكم التعادل والعبوا على المكسب وكذا، هو اللعيب واحنا كنا لعيبه وعارفين انت وانت جواك يا اسلام وعارف انك ليك فرصتين، بتحمل على الفرصه الثانيه، ليك فرصتين، وخصوصا انت عارف لما ايه، لما تحس ان الفرقه اللي قدامك لها انياب قويه فبتميل غصب عنك انك تحافظ مهما كان. فما بالك بقى بلاعب النادي الاهلي هنا في مصر، وعارف الجمهور الكبير بتاع النادي الاهلي، وعارف تاريخ النادي الاهلي، وعارف اسماء لعيبه النادي الاهلي، فهو له حتتين، انت مالكش غير المكسب. في حاجه كمان مهمه جدا، انت لما تنزل وتستغل الضغط العصبي اللي عليهم ان هم بيلعبوا في القاهره وفي وسط الجمهور الكبير ده، مفيش حاجه اسمها ان انا اامن بقى واستناه يحضر وكلام من ده، انا مش عايزه يحضر خالص، ده انا لازم اضغط عليه من البدايه واستغل الحماس بتاعي والدافع بتاعي والجمهور والارض وحاجات كتير، لازم من البدايه هو يحس انه خايف، انما اي فرقه في الدنيا اديت لها فرصه انها تستحوذ وتلعب بتاخد الثقه، حتى لو لعيبه نص نص بتاخد الثقه. خلي بالك كمان النقل والاستحواذ بتاعهم ده على الترتان غير النجيله العاديه. الترتان صعب قوي انك تلعب عليه ضاغط. ليه؟ لان الكوره بتروح سريعه وفي الرجل، وممكن انت عارف الطريق السهل، يعني الفنتات اللي انت ممكن تاخدها لو اندفعت في الضغط ممكن يبقى فيه مساحات، انما النجيل الطبيعي حاجه تانية، تقدر تضغط وتضغط بكل قوتك، وخصوصا ان انت بتلعب بطريقه عندك 2 ديفندرات على ارضك، يعني مش قلقان من الحاجات المرتده، ولازم يبقى فيه توازن كمان في الهجوم، ناحيه بتهاجم وناحيه تانية لو بتكلم على الطرفين، اذا كان محمد هاني او احمد فتحي او ايا كان اللي هيلعب سواء طرف يمين او الشمال، هيبقى فيه توازن، بس لازم تحسسه من البدايه انك ضاغط عليك بلغه الكوره، كاتم على نفسه من البدايه عشان تقدر، وبعدين وانس ان انت جبت جون المعطيات اتغيرت، الراجل اللي جاي عشان يحافظ ده خلاص فكره اتقلب، اتحول يا كابتن عادل بقى زيك، بقى لازم ما عندوش الا فرصه واحده ان هو يجيب في جون يتعادل او يكسب، فهتتفتح لك المساحات، مش هيفضل، لان لو الوقت عدى شوط اولاني وجزء من الشوط الثاني خلاص الدنيا بتختلف. تمام، قبل بس ما اطلع نشوف تقرير عن كيف يحشد النادي الاهلي اسلحته لهذه المباراه، كان من الحقيقه من المفترض ان يكون معنا كابتن عماد النحاس بكره ان شاء الله في الاستوديو في مباراه او ما قبل مباراه النادي الاهلي ونادي شبيبه الثوره، ولكن الحقيقه برضو حابين ان احنا نعزي ونواسي كابتن عماد النحاس في وفاه عمته، يعني طبعا البقاء والدوام لله، فطبعا كابتن عماد مش هيكون معنا بكره في ملعب الاهلي، البقاء والدوام لله في وفاه عمه الكابتن عماد النحاس، يعني طبعا اللهم ألهم أهله وجميعا الصبر والسلوان. هنطلع نشوف تقرير عن أهم أسلحة النادي الأهلي وكيف يحشد النادي الأهلي أسلحته لهذه المباراة الصعبة. ها
حشد المارد الأحمر كل أسلحته المتاحة من أجل المواجهة المرتقبة أمام شبيبة ثورة الجزائري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا والمقرر لها في السادسة من مساء السبت باستاد برج العرب، التي يحتاج فيها المارد الأحمر للفوز وحصد نقاط ثلاث حتى يضمن صعوده كأول مجموعته، تاركا شبيبة ثورة وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني يتصارعون على المركز الثاني. المارد الأحمر أنهى استعداداته الأخيرة تحت قيادة الأوروغواني مارتين لاسارتي بقائمة تضم 22 لاعبا هم محمد الشناوي، علي لطفي، حسام عاشور، أحمد فتحي، علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، عمرو السولية، كريم ندفد، ناصر ماهر، محمد هاني، رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجاي، وليد أزارو، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد حمودي، بالإضافة إلى الحارس الصاعد مصطفى شوبير الغير مقيد إفريقيا، لكن تم ضمه ليتعود على أجواء المعسكرات وليكتسب خبرات في مثل هذه المواقف. الجميع داخل معسكر الأهلي وخارجه من عشاق القلعة الحمراء لا حديث لهم سوى كيفية استعادة اللقب الإفريقي الغائب عن دولاب بطولات المارد الأحمر منذ 2013، لذا فإن هناك حالة من التركيز الكبير تسيطر على الجميع في الاستعداد للقاء شبيبة ثورة الذي سيكون نقطة انطلاقة للأهلي نحو منصة تتويج لاستعادة الأميرة الإفريقية التي لم يحالف الأحمر في خطفها التوفيق في آخر نسختين بسبب سوء التوفيق، بالرغم من أنه كان الأقرب لحصد اللقب. الجميع يعول كثيرا على النسخة الحالية لتكون كلمة نهاية في غياب الأميرة الإفريقية عن الأهلي. مارتين لاسارتي حرص على تدريب لاعب الأهلي على كافة المواقف التي من الممكن أن يتعرض لها الفريق في موقعة برج العرب، وأيضا على كيفية استغلال الفرص التي تتاح للاعبين من أجل إحراز هدف مبكر يريح لاعب الفريق، وأيضا التدريب على الكرات العرضية سواء لاستغلالها في النواحي الهجومية أو إنقاذ مرمى الأهلي منها في الجوانب الدفاعية. أصبح جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة جاهزون لليل شرف تمثيل الأحمر في هذه المباراة المرتقبة، ورغم أن مواجهة شبيبة ثورة لن تكون مفروشة بالورود كما يظن البعض، إلا أن هناك ثقة كبيرة لدى لاعب الأهلي في تخطي عقبة الفريق الجزائري وحسم التأهل، لا سيما وأن لديهم السلاح الأقوى الذي طالما كان العامل الرئيسي في انتصاراتهم، ألا وهي جماهير الأهلي التي لن تتأخر عن مساندة فريقها كعادتها دائما. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، شبيبه الثوره في مباراته الاخيره امام سيمبا التنزاني من المباريات الجيده اللي عملها، لعب عبد الرؤوف ناتيشي ده حارس مرمى، والدفاع محمد وليد نبوتي وناصر الدين خالد وابراهيم الخيلي ومحمد الامين بركه، تقريبا ده التشكيل اللي بيلعب بيه دايما. ووسط الملعب عادل بوشيبا ومسلم رباح وسيد علي شريف ومحمد حامي وابراهيم فرحي، وفي الامام زيلي حماري. طيب التشكيل ده تقريبا واحد او اتنين بس مختلف عن السابق، تفتكر ان هو هيلعب بكره بنفس هذا التشكيل من ناحيه شبيبه الثوره ولا لا؟ الحقيقه انا اتفرجت على الماتش مع سيمبا، الحقيقه فريق سيمبا كان في فترات كتيره بشكل خطوره واضاع اهداف مظبوط، ويمكن كان برضو في سنه عدم توفيق من الحكم، يعني كان برضو ليهم حاجات كده كان ممكن تتحسب ما اتحسبتش، لكن ما فيش شك انه فريق، انا من وجهة نظري انه فريق صاعد بروح لكن بامكانيات فنية وبدنية قليلة، لانه هو بيحتل المركز السابع في الدوري الجزائري، اول مرة يشترك في بطولة افريقيا، خبرات دولية تقريبا معدومة مش موجودة، وبالتالي
لما بيقابل تيم بحجم النادي الاهلي ففي نوع من الحذر، في نوع من الخوف، ومطالب مع الحذر والخوف انه يلعب مفتوح علشان يكسب. فهل المدرب هيعمل تامين ويلعب مرتده؟ ما ينفعش مع النادي الاهلي. فهو عنده نقطتين، نقطه نفسيه خطيره جدا انه بيقابل بطل افريقيا 9 مرات، خبرات في ارض مختلفه، 8 اللي مطالب جاي. مطالب ان شاء الله يبقى ان شاء الله جاي يا موسى، يبقى 9 جت يا موسى ان شاء الله. موسى جبت الطايه بقى ونحن باذن الله ان شاء الله. فهي هي 9 طلعت 9 يبقى باذن الله ان شاء الله. فمطالب ان هو اما يلعب على المرتده، وده ان شاء الله ما مش هينفع معانا. مطالب كمان ان هو يضغط عليك، وده مش هينفع في ملعب كبير وملعب نجيله مختلفه. اداؤه في الباصه واللمسه، وزي ما قال الكابتن حشيش ان اللعب على على الترتان بيبقى مختلف تماما في عمليه الباصه، في عمليه تضبط الكوره، في عمليه التغطيه، في عمليه الضغط. كل الامور دي طبعا بتختلف. الحاجه الثانيه هو عنده في وسط الملعب في يمكن لاعب او اثنين كويسين، الاطراف بيعانوا، السردباكين مش اقوياء، الكرات العرضيه بتشكل خطوره، وشفنا احنا كريم في الماتش الاولاني وهو بيجيب جول طالع، وكريم مش هيدرز كبير، يعني مش هيدرز كبير ولا مثلا طول ولا طلع وحطها بدماغه بدون اي رقابه. وبالتالي ان شاء الله فرصتنا، مش عايز اقول باذن الله تعالى، فرقتنا بكره هتفرح جماهير مصر كلها وجمهور النادي الاهلي، لان الفريق الجزائري انا لو مكانه هبقى في حيره. انا كمدير فني وانا بلعب النادي الاهلي انا مش عارف العبه ازاي. بس خلي بالك هو لو تعادل يصل يبقى 8 بونت، انت يبقى 9 9 يبقى 8. طب والفرقه الثانيه يكسب، لو كسبوا الفرقه الثانيه يصعد التعادل. التعادل يصعد ولكن هينتظر ان نتائج الاخرين الترتيب الترتيب ان فيتا يكسب. فيتا 7 بونت زينا بالظبط، كسب بقى 10، كسب بقى 10 هو تعادل 9 يبقى 10 و9 اول وثاني، يطلعوا اول وثاني، وبالتالي هو عنده يبقى التعادل ينفعه بس مع الانتظار المباراه الثانيه بالظبط. تمام، يعني حتى لو سيمبا كسب هيبصوا بقى للمواجهات المباشره بالظبط، لو لا قدر الله يعني تعادل فهو عنده سيمبا. لو سيمبا كسب هيبقى 9 هيبقى 9 ولو فيتا كلاب لو كسب هيبقى 10 وهو هيبقى 9 ايوه، ولا اول وثاني لا هيبقى اول وثاني، يعني على انا اقصد ان هو ممكن يلعب على التعادل. انا اسف دي ما حسبتهاش صح. يبقى اذا يبقى هو بيلعب على الدرون، عنده فرصتين المكسب او التعادل. ودي هتحير المدرب لانه ظروف الملعب، ظروف انه بيقابل بطل افريقيا، بيقابل جمهور، بيقابل ملعب مختلف، بيقابل تيم راجع من جرح عايز يداوي هذا الجرح. كل الامور ديت اعتقد وعنده الدافع القوي جدا ان انا بطل افريقيا لازم المباراه دي حياه او موت بالنسبه لي. انا الدوافع بالنسبه لي انا لو طلعت بنتيجه يعني اتغلبت 1 أو 2 هبقى طالع كويس قوي ان انا بلعب بطل افريقيا وطلعت بنتيجه ما فيهاش اهداف كثيره. وبالتالي يعني المدير الفني برضه هيبقى فيه حيره لانه المرتده السريعه بتاعته ما يقدرش يعملها، ما عندوش السرعات اللي هي توديه للحته دي. هو بيستغل ملعبه الترتان مع اللمسه واللعبه مع التجميع زي ما قال الكابتن ماهر، عمليه التحضير من نص الملعب. التحضير ده ما اعتقدش انه هيعمله في برج العرب، الملعب مختلف وسعه الملعب، الضغط اللي صارتي والفرقه ان شاء الله هتعمله ما اعتقدش انه هو هيسمح له تمام. انه يبدا الهجمه من تحت. تمام، كابتن ماهر هيلعب ازاي شبيبه الثوره من وجهه نظرك؟ كابتن عادل يعني قال ان هو مش هيجازف وهيقف كذا، حضرتك من وجهه نظرك كيف سيلعب شبيبه الثوره هذه المباراه؟ وهو المدير الفني بتاعهم عنده خبرات، وقال النادي الاهلي لما بيتساب له مساحه بيمثل خطوره بشكل كبير جدا، وقال يعني ان كسب الترجي قبل كده بعدد من الاهداف، النجم الساحلي بعدد من الاهداف، الفرق الكبيره اللي عندها باع كبير جدا وخبرات لما فتحت خطوطها مع النادي الاهلي خسرت بسكور كبير جدا من اسلام هنا في برج العرب. هو بالنسبه له عنده خبرات وعارف النادي الاهلي عنده قوه ضاربه بشكل كبير جدا ومفاتيح لعب في الجزء الامامي، وعنده حلول فرديه وعنده جمل تكتيكيه ويقدر يخترق دفاعات شبيبه الثوره بشكل كبير جدا. فهو بالنسبه له يهمه جدا انه يقسم الجيم 90 دقيقه
معظم أدائه في خلال 90 دقيقة هيبقى دفاعي بنسبة 75%. ما يقدرش يغامر إسلام بأكتر من كده، لأن هو عارف إن النادي الأهلي يهمه إنه يكسب المباراة. النادي الأهلي ما عندوش غير مكسب 3 نقاط، فهو بالنسبة له هيلعب نص ملعب، هيرجع كل لعبته في نص ملعبه في 35 ياردة في حالة فقدان الكرة، وهيبدأ يراقب مفاتيح لعب النادي الأهلي وحاول يقفل على مفاتيح لعب النادي الأهلي، إما من على الأطراف أو من العمق، ويقلل معظم الكرات الثابته او الفاولات اللي ممكن يقدر يعملها اللي تمثل الخطوره عليه بشكل 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 كبير. ايوه، وهيحاول ان هو ان ما يجيش فيه، يعني طول ما هو ما بيجيش فيه، طول ما هو بيكسب ثقه اداؤه بيزيد، اللعيبه بتبدا تبقى قريبه من بعض، الثقه دي بتنعكس عليها حتى لما بيبدا ينقل، لما بيستحوذ يستخلص بيبدا ينقل، بيعتمد على اكيد بيعلمهم جمله كونتر اتاك، فاول جانبي، كوره ثابته اللي يقدر يباخد بيها النادي الاهلي. لكن ما افتكرش يقدر يباخد النادي الاهلي من خلال 90 دقيقه اسلام، معظمها هيبقى تنظيم دفاعي بنسبه 75%، وهيدي مرونه وبراح في الجانب الهجومي بنسبه 25% على اساس انه يقدر يجيب جول في النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي لو من خلال بدايه المباراه قدر يضغط على دفاعات شبيبه الثوره وسجل هدف، هيبقى فرصة لينا كابتن عادل كابتن حشيش ان احنا نقدر نفتح الجيم، يعني جول يدينا ثقة، في نفس الوقت هو هيبدأ يغامر ويبدأ يبادل النادي الاهلي في هجماته، يبدأ يسيب لنا مساحات في نص ملعبه، مساحات خلف ظهره نقدر نستغلها بشكل جيد. طبعا امام حضراتكم ده تدريب النادي الاهلي من النهاردة من برج العرب، واهم الاستعدادات واهم كواليس هذا التدريب. كابتن محمد، انا بس عايز اركز اكتر على شبيبة الثورة. شبيبة الثورة أنا بالنسبة لي فريق جيد، ولكنه زي ما هو واضح من أرقامه ومن طريقته ومن لعب 22 مباراة، فاز في 8، تعادل في 7، خسر في 7 مباريات أخرى، سجل زي ما الكابتن ماهر قال 18 واهتزت شباكه 12 مرة، ده بالنسبة للدوري الجزائري، يحتل المركز السابع برصيد 31. عايز أريحك، أرقامه يعني أرقامه مش 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 جامدة، أرقامه عادية جدا. دي ثقة كابتن ولا ايه؟ لا، هي فعلا الارقام بتقول كده، لما واحد في الدوري ترتيبه، الدوري المحلي بتاعه ترتيبه كده، واتعادل وخسر 7 و7، يعني مش ارقام اللي هي الكويسه ان هي تخوف النادي الاهلي. ايوه، يعني انا عايز اقول لك ان زي ما في بعض الناس قلقانه، هو جاي بيترعش طبعا، يعني هو طبعا جاي خايف. احنا القلق يدينا الثقه حشيش. طبعا اللي احنا يعطينا ثقه، يعني خلي بالك يا كابتن ماهر، انت في حاجه مهمه جدا، احنا مرينا بالظروف دي مئات المرات. صح. هو ما مرش بالكلام ده خالص، هو بالنسبه له دي حاجات جديده، خبرات لسه بيكتسبها، فانت لازم تستغل الحته دي. وهو في نفس الوقت هو هيجي يلعب بسيناريوهات مختلفه على حسب وضعه والنتيجه والوقت. هيبتدي طبعا، لازم اول ما هيبتدي لازم هيمتص حماس لعيبه النادي الاهلي، معروفه 100% ان النادي الاهلي هينزل ضاغط عشان يحرز اول هدف، اللي هو بمثابه ان هو اللعيبه تاخد نفس وبتبتدي تلعب لعبها وتزود اهداف، فهو لازم هيمتص الكلام ده، لانه زي ما قلنا برضو ان هو عنده الفرصه الثانيه التعادل يخليه يصعد، فهو مش مستعجل، بيلعب براحته. هو اعتقد خطورته مش ان هي ممكن يجي جون عادي في النادي الاهلي، لا، الكور الثابته برضه مهمة جدا جدا، ودي لازم يعني نقف عندها، ولازم لعيبة النادي الأهلي يعني تقلل جدا من الفاولات اللي بره ال 18. معلش كابتن، هقطعك، ده تدريب فريق شبيبة الثورة اليوم في استاد برج العرب. زي ما قلت لحضراتكم عندنا حاجات كتيرة جدا بنعرضها لحضراتكم النهاردة، تدريب فريق شبيبة الثورة الجزائري من برج العرب. أنا آسف يا كابتن فضل. لا، زي ما بقول لك يا إسلام، هم عندهم الكرات الثابتة بيتميزوا بيها، سواء اللي بره ال 18 أو على الأجناب. شمال افريقيا كله لازم نبقى عارفين متفوقين علينا في الكور العاليه والكرات العرضيه. ما تعرفش بقى بياخدوا حقن من هو صغيرين موضوع الكرات العرضيه دي، اللي هي سواء في كمدافعين او كمهاجمين. هم عندهم الحته اللي هي التايمنج والجنبات العاليه، ويقدر ازاي يركب الكوره وبيجيبوا اهداف كتيره منها. مرنوا عليها كتير. احنا برضو لازال يعني قفت الدوري المصري يا كابتن عادل، لو شفنا في جميع المباريات هي الكره العرضيه. كل اللعيبه باصه في اتجاه واحد ومش واخدين بالهم من اللي جاي، او ممكن واحد يسبقك ويحط كور. فهي المهم اللي يعني اللي هيلعب بكره حارس مرمى عليه عامل كبير قوي قوي في
وقفه اللعيبه قدامه المدافعين يخلوهم بره، وفي نفس الوقت الفاولات يعني بقدر الامكان نمنع الفاولات اللي هي، لان لا قدر الله لو في جون جه بيصعب برضو المسؤوليه عليك وبيحملك ضغط عصبي اكتر، ان انت عايز تتعادل وعايز تكسب. فانت تامن نفسك كويس، وزي ما بقول لك مفتاح المكسب بكره هو الهدف الاولاني اللي هو انت عايز تغير حساباتهم قبل ما هم يغيروا حساباتك. يعني انت لازم انت المبادره تبقى مع عندك في احراز الهدف، لان الهدف ده خلاص هيغير تفكيره والاستراتيجيه بتاعته، ان هو بقى عايز يهاجم عشان على الاقل يتعادل، غير ما هو كده خلاص كل ما الوقت بيعدي ومفيش اهداف جت فيه لغايه اخر لحظه هو كده صاعد. الدنيا كويسه بالظبط كده. تمام. واحنا بنتابع كده برضو عايز برضو اقرا لحضراتكم بعض التعليقات اللي حضراتكم بعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك. شاركونا توقعاتكم لنتيجه مباراه النادي الاهلي ونادي شبيبه الثوره الجزائري باذن الله 2-1 النتيجي. مصطفى وان شاء الله سامي احمد درويش بيقول ان شاء الله 3 اهداف لاجاييه وازارو وماهر. فرح بتقول انا زملكاوي بس الفوز للنادي الاهلي، انا بشكرك جدا يا فرج، انا اسف مش فرح، فرج بشكرك جدا يا فرج. ممكن لو سمحتوا ده ريري سمير بتقول نتجاهل اي اشاعات او هجوم يخرج من اعلام المنافسين، وده يبقى توجه للقناه في العموم، تجاهلهم يقلل منهم ويقلل مما يقولون. تمام، وجهه نظر برضو تحترم. السعيد عمر بيقول اتمنى من الله سبحانه وتعالى الستر وفوز النادي الاهلي 2-2 لا شيء، كل الناس بتقول يا رب. ابو عطيه بيقول فوز النادي الاهلي 3-1 باذن الله. ابراهيم عطيه المرشدي كفر الزيات تمام، ازيك كابتن اسلام، انا هيثم من الوراق واتوقع ان شاء الله 2-0 للنادي الاهلي، حسين الشحات ومروان محسن يا رب، نتمنى كل التوفيق. محمود زيزو بيقول الاهلي 3-0 ندفيد واجايه ومروان محسن. كابتن اسلام سالفول ان شاء الله نفوز 5-0 وهنشوف مباراه جميله ويا رب النصر من عندك. احمد العمري متفائل، احمد العمري جدا بس حلو جدا التفاؤل ده. عاصم السعيدي الصعيدي بيقول هنفوز 2-0 النصر ماهر ومروان محسن ان شاء الله. ويحيى تمساح بيقول ان شاء الله 3-0 رمضان وشحات وندفيد. اتمنى دقيقه احداث في مباراه الغد على ضحايا نيوزيلندا. محمد صلاح طبعا معرفش الاتحاد الافريقي عملها ولا لا. سامي الليسي بيقول ماتش بكره ان شاء الله هيبقى اسهل ماتش للاهلي، مفيش مباريات سهله، كل المباريات صعبه مهما كان مستوى الفريق اللي قدامك. الكره ممكن تخش ممكن ما تخش، زي ما كابتن عادل بيقول ان دايما كان في المباراه السابقه ممكن تجيب 3 4 اجوان ما كنتش عايز تخش خلاص واضحه. ان شاء الله الاهلي يكسب المباراه. وليد ازارو وجاي 2-0 ده الصافي ابو عرب. ان شاء الله الاهلي 3-1 للاهلي والسعود متصدر المجموعه. ده اسلام حسن تريزيجيه سلام بيقول مرحبا يا كابتن اسلام، اتوقع ان شاء الله ان الاهلي يكسب 2-0 رمضان وحسين الشحات. روتي حبيبتي بيقول 2-0 للاهلي اجايه والشحات، 3-0 للاهلي ده ابو جنات. هنكمل مع حضراتكم بقيه التعليقات وابعتوا لنا اكتر على صفحتنا على الفيسبوك. شاركونا توقعاتكم لمباراه غدا، من سيفوز النادي الاهلي ام شبيبه الثوره الجزائري؟ طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. هنطلع نشوف المؤتمر الصحفي للاسارتي قال ايه في المؤتمر الصحفي للاسارتي ولكريم الزاوي، ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. Está claro que es bueno, el último partido del grupo. بالنسبه لنا es ده الماتش الاخير بالنسبه للمجموعه دي. Nos hubiera gustado llegar quizás con algún otro punto más. كان هيبقى احسن لنا طبعا، وكنا راغبين ان احنا نكون بنقطه زياده في الماتش ده. Pero bueno, tenemos la posibilidad, dependemos de nosotros mismos, dependemos de nuestro juego. لكن نعتمد على لعبتنا وعلى فريقنا. Y si conseguimos ganar, lógicamente habremos conseguido el objetivo de pasar a la siguiente fase. واذا كسبنا ان شاء الله بامر الله هنتاهل في الماتش اللي جاي ان شاء الله. No va a ser un partido fácil. مش هيكون ماتش سهل. El rival también tiene sus posibilidades. المنافس ليه برضه امكانياته. Pero bueno, confiamos en nuestro grupo, confiamos mucho en el plantel, en el equipo. احنا نثق في فريقنا وفي لعبتنا. Y en hacer el partido que deseamos para conseguir el resultado que deseamos. وان احنا هنعمل الماتش الذي نتمناه عشان للتأهل ان شاء الله. كابتن عاشور. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا برحب بيكم. عندنا ماتش بكره صعب جدا. واتكلمنا مع اللعيبه وعارفين الماتش صعب،
ماتش عنق زجاجه ده اللي ان شاء الله نكسب بكره، ونحاول ان احنا نجتهد ونطلع كل اللي عندنا عشان نوصل للدور اللي بعد كده. فان شاء الله الناس كلها مركزه، الناس كلها على قلب راجل واحد اللي هي تاخد التاهل من هنا. احنا عارفين بنلعب فرقه كبيره شباب الثوره، عارفين هيجوا هنا يبقوا عندهم طموح اللي هم يصعدوا على حساب النادي الاهلي. فكل الكلام ده قلنا للعيبه اللي هتلعب، مستر لاسارتي طبعا اتكلم مع الناس كلها. الماتش ده صعب، الماتش مهم، ان شاء الله يبقى التاهل منها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. على الجواب على السؤال تاعك، الفريق شبيبة الثورة عندما كان يوم القرعة، كل الفرق اللي كانت مع الفريق اللي تاع الثورة الكل استصغروا الفريق شبيبة الثورة. الحمد لله احنا بالعمل والجدية والتطبيق خاصة داخل الميدان، الفريق بعد الهزيمة في سيمبا استرجع قواه، تعادل مع الأهلي كنا قادرين نفوز المباراة في الجزائر، وبعد مشينا في تاكلوب لأن المباراة في المستوى حتى ولو كان عندنا 5 لاعبين غائبين أعطينا فرصة للاعبين أخرين أعطوا كل ما بوسعهم ورجعنا بالنتيجة، كنا قادرين نفوزوا في فيتا كلوب. وبعدها فزنا في مباراتين متتاليتين أي ضد فيتا كلوب وسيمبا، الفريق اكتسب خبرة، وكان المرة الأولى الفريق الأول اللي كان راح يخرج في منطق الفرق الأخرى يخرج مبكر، ولكن حدث العكس، لاعبين قلبوا الموازين أصبحنا نتربى على عرش المجموعة، والمجموعة صعبة جدا. حتى ولو نحن في مشاركة تاعنا الأولى اكتسبنا خبرة واكتسبنا ثقة بين اللاعبين وبين الطاقم الفني والطاقم الإداري، وانتصرنا في عدة مباريات الحمد لله. اليوم النتائج راهي هنا، احنا كطاقم فني ولا كلاعبين ما ندخلوش على الفريق، دائما محترفين خارج الميدان وداخل الميدان. لهذا الشيء اعطانا قوه، والحمد لله قاتنا مباراه اخيره وهي على حسب راينا نهائي بين شبيبة الثورة وفريق الاهلي. كنا نتمنى لو نمشوا مع بعض الاخوه العرب كنا نمشيوا، ولكن هذه الكره غدوه ان شاء الله. احنا نتمنى يتعادلوا في تاكلوب وسيمبا ويمشي الفريقين، ولكن اذا ما تعادلوش لازم فينا واحد يمشي، وان شاء الله احنا نكونوا الاولين اللي نمشيوا للدور الربع النهائي. طيب ده كلام محترم الحقيقه، سواء من لاسارتي او من كريم الزاويه المدير الفني لنادي شبيبة الثورة الجزائري، ويعني بيتكلم عن اهميه المباراه وان احنا كلنا بلاد عربيه. بالفعل هي لن تؤثر نتيجه المباراه على اي حاجه تحصل ما بين مصر والجزائر. مصر والجزائر ستظل دائما العلاقه مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور علاقه اخويه عربيه الحقيقه. طيب قبل بس بقى ما نتكلم شويه عن النادي الاهلي، 22 لاعبه في قائمه النادي الاهلي للقاء الشبيبه، الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحسام عاشور واحمد فتحي وعلي معلول وسعد سمير وايمن اشرف ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود وحيد عمرو السولية كريم ندفد ناصر ماهر محمد هاني رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور اجايه ووليد ازارو ومروان محسن وصلاح محسن واحمد حمودي. قوه ضربه كابتن عادل للنادي الاهلي في اختيارات مارت لاسارتي ال 22 لاعب. هستاذنك في ثانيه او في دقيقه. الفريق ده اخذ 7 نقاط في ملعبه من 8. مظبوط. كسب ماتشين وتعادل الماتش مع النادي الاهلي، واخد 7 نقاط من 8 في ملعبه. بره ملعبه اتعادل ماتش واتغلب ماتشين. بيعاني في اللعب الملاعب العاديه، وحتى في الترتان الكبير برضه بيعاني. اتغلب ماتش وتعادل ماتش مش ماتشين. اتغلب ماتش وتعادل ماتش. تعادل ماتش. اسف لانه تعادل يعني انت كده النهارده حلو جدا على فكره. لا لا النهارده لا خلي بالك، ما اتغلب ماتشين اهو. ايوه كويس. الله يعني فال كويس هو يعني فال كويس النهارده. هو التاسعه وهي الثامنه. النهارده ربنا يجعل اللسان. فانت كويس. كويس. فبكره انا ثقتي في ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله لا حدود له، وانا بعتذر ان انا
لما بقول ان هم 8 واحنا 7 وفيتا 7 وسيمبا 6 انا كنت حاسبها غلط فبعتذر للجمهور يعني. لا 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 مفيش مشكله. فدي حاجه. النقطه الثانيه ودي برضو حته مهمه قوي، هو واخد كل اللعيبه تقريبا معاه ويمكن الباقي اما مصاب يا اما نفسيا برضو يا كابتن. امال ايه؟ وبيجهزهم لماتشات الدوري بعد كده. فهو يعني الكل مصاب ما عدا يمكن محمد شريف بس عشان فنرجع للسؤال حضرتك انه عمليه التجهيز للمباراه ديت اعتقد انه زي ما قال الكباتن كابتن ماهر كابتن حشيش مهم جدا ان انا في البدايه عمليه الضغط المستمره بتخلي اللعيبه بيحصل لها نوع من انواع عدم التركيز والانهيار. ضغط في الملعب؟ عمليه أوكي. الضغط المكثف والهجمات والتسديد والاختراق من الاطراف واليمين ومن الشمال، اختراق من العمق، التسديد، التمريرات البينيه، الضغط من جميع النواحي، الكورنر، كل الكرات ديت وتعليمات لسارتي اعتقد انها بنسبه 100% هتبقى ان انا الضغط من البدايه ان انا اجيب جول في البدايه، اول 10 دقائق او ربع ساعه بجيب جول. بيعقب الجول اجيب الجول الثاني علشان يحصل نوع من انواع الهبوط الكامل، يبقى هو عايز يجيب على الاقل جولين على الاقل، الضغط المستمر بحيث ان انا بزود عدد الاهداف لثلاثه واربعه بحيث ان انا الجيم بالشوط الثاني يبقى انا عندي الحاجه اللي انا اخذتها، الجانب الاخر عمليات التبديل والتغيير يبقى انا عندي الصلاحيات ان انا اامن الماتش بتاعي، الجانب الهجومي والجانب الدفاعي، ودي حته مهمه جدا. الجانب الاخر مفيش شك ان عمليه التشكيل مش عارف الشناوي كان بيقول لحد اخر لحظه هيستنوا لحد النهارده، فمش عارف هل الشناوي هيلعب ولا هو النهارده. حتى الكابتن محمد يوسف هو كان معانا قال ان لسه هو مع الدكتور وبكره هيبان كل حاجه على بكره يعني. يبقى بديل بقى لانه لا يمكن واخدين فرصه يوم تاني يعني يشوف. لا يعني هنشوف بكره كل حاجه هتبان هيبقى يعني. لا ما اعتقدش برضو المدير الفني في حراسه المرمى لازم يبقى نازل واحد سليم 100%. هو مش فارق معاه بصراحه كتير سواء الشناوي او فيبقى الشناوي قاعد كبديل ان شاء الله. خط الظهر ونص الملعب ما اعتقدش ان هو هيعمل فيه اي نوع من انواع التغيير، هو احتمال التغيير في المقدمه، ما اعرفش هل هيبدا باجاييه ومروان ورمضان صبحي ولا يبقى فيه ازارو يبتدي بازارو. دي كلها حاجات راجعه للمدير الفني وهو اللي في التمرين في بيمرن اللعيبه وعارف مين اللي سليم بنسبه 100% ومين اللي واخد لياقه مباريات ومين اللي محتاج ان انا سيناريو المباراه ان انا عايز من البدايه عايز واحد بيجيد الالتحامات بيجيد الكرات العاليه عشان يجيب هدف، عايز واحد بيجيد التحركات علشان يعمل ثغرات في خط الظهر. تمام. هل هيبدا باجاييه ولا رمضان واجاييه؟ هل هيبدا بحسين؟ كل الامور دي ما اعتقدش انها هتفرق مع النادي الاهلي، المهم ال 11 راجل اللي هينزلوا بكره باذن الله تعالى مصممين باذن الله تعالى انه تعليمات المدير الفني بتتنفذ بحذافيرها، الضغط من البدايه، وحتى في احيانا بيبقى المدير الفني بيبقى في عنده نوع من التحفظات شويه احيانا للعيبه مع الضغط الجماهيري مع الحماس اللي موجود بيبقى الضغط اللي هم بيبذلوه بيبقى مضاعف وكل واحد بيعمل نوع من انكار الذات، انا بوصل وبرجع بوصل وبسجل بساعد زميلي انه يجيب الهدف بحيث ان احنا كلنا في البدايه والنهايه نبقى واخدين ثلاث نقاط. تمام كابتن ماهر، كيف يفوز النادي الاهلي في هذه المباراه؟ يعني لو انت المدرب هتقول يعني ايه بشكل عام يعني؟ يعني الكباتن اجمعوا ان حته الضغط من بدايه المباراه دي مهمه جدا يا اسلام، طبعا ورانا جمهور واعي ومثقف وعنده مسانده بشكل ايجابي وبيعرف ازاي يطلع اللعيبه من حالتها لما يحصل نوع من الهبوط، جمهورنا الاهلي بتشجيعه يعني بيعلي الريتم شويه واللعيبه بتبدا تنساق ورا الجمهور. عايز اقول لعيبه النادي الاهلي شخصيه لعيبه النادي الاهلي يا اسلام في المباراه اللي بالشكل ده اللي فيها بقى البونت والبونتين والمباراه محتاجه ثلاث نقاط عشان بتبان شخصيته مع النادي الاهلي، عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبتنا بصراحه في المباراه اللي احنا محتاجينهم فيها بيبانوا معدنهم بيبان شخصيتهم بشكل كبير. انا شايف ان ثقه لعيبه النادي الاهلي اي 11 بكره
هيختاروا مستر لاسارتي هيكونوا بالزبط. عند حسن ظن الناس كلها، حسن ظن الجهاز والمجلس إدارة واللاعبين، كل اللعيبه، كل اللعيبه بتصارع على انها تشارك بكره من بدايه المباراه، وعندها حافز بشكل جيد انها تساعد بعض من بدايه المباراه. انا شايف مستر لاسارتي التشكيله اللي هو يعني بدا يحصل نوع من الثبات من خلال المباريات اذا كانت المحليه او الافريقيه، انا شايف ان لو الشناوي مش هيبدا المباراه، انا شايف ان علي لطفي يبقى موجود بصفه اساسيه، محمد هاني وسعد السمير وايمن اشرف وعلي معلول، احمد فتحي اتمنى احمد فتحي يبقى مع السوليه اثنين في نص الملعب بين الخبره وبين المجهود المبذول، رمضان صبحي وناصر ماهر واجاي ومروان محسن، يعني اتمنى ان يبقى دي البدايه من بدايه المباراه. طبعا مستر لطفي هو اقرب واحد وقدرته باللعيبه خلال الفتره اللي فاتت، لكن احنا ده تخمين احنا بنقوله من خلال استود ملعب الاهلي. لكن عايز اقول ان احنا لازم ناخد بالنا، لان شمال افريقيا عندهم نوع من الالتحامات القويه، ودي ممكن تبقى في صالح لعيبه النادي الاهلي. عنده ثلاث لعيبه افارقه، اثنين من تنزانيا وواحد من غينيا، لكن مستواهم الفني اسلام واضح ان هو عادي. مش عادي جدا، لعيبه بالسوبر بيقصروا شويه، شكلهم ما بيلعبوش كمان اخر يعني اخر مباراه مع سيمبا مش شايف حد فيهم اساسا. يعني اصلا ما تنتظر اثنين من تنزانيا واحد من غينيا، يعني برده مش على برضه المستوى العالي، لكن لازم نديهم حقهم كمان يا اسلام، ونحترمهم احترام طبعا جيد، لان زي ما قال مدربهم ان هم اكتسبوا خبرات من خلال المباراه الافريقيه السابقه، زودتهم في الشكل وادائهم الفني في المباراه الافريقيه مع الدوري الجزائري. فنتمنى ان احنا يبقى بنحترم الثوره الجزائري غدا، وزي ما قلنا يبقى هدف من الاول يدينا ثقه ويدي اللعيبه ثقه، ومن خلال الهدف ده نقدر ان شاء الله نسجل الهدف الثاني. انا شايف هيبقى الجيم بالنسبه لنا بعد كده هيبقى في منتهى السهوله باذن الله. طيب قبل بس ما اروح للكابتن حشيش، عايز نروح مع حضراتكم ونشوف تقريرا واحد من اهم اللاعبين في نادي شبيبة الثوره الجزائري، نشوف قال ايه عن المباراه الهامه غدا مع النادي الاهلي. هو مش غدا، هو الساعه 12 وربع دلوقتي، يعني النهارده ان شاء الله مباراه مهمه جدا النادي الاهلي. يحيى شريف راس حرب شبيبة الثوره، نشوف هيقول ايه، نرجع نكمل مع حضراتكم. نشكر الشعب المصري على الاستضافة، وخاصة فريق الأهلي اللي استضافنا استضافة طيبة، نحن في بلدنا الثاني، وإن شاء الله حتكون مقابلة في القمة، وحنسعد الجمهور المصري والجمهور الجزائري بالأداء إن شاء الله، وليكون مركز بيان في طيلة 90 دقيقة هو اللي يتأهل، وإن شاء الله احنا واعيين بالمسؤولية اللي تسنى فينا، وإن شاء الله نديروا ليد في ليد باش نتأهلوا إن شاء الله. المباراة الأولى كان جمهور أكثر من رائع، من جمهور الشبيبة هناك، وملعب كان مليء بالمدرجات أيضا، كمان يمكن نفس الأمر يكون مع فريق النادي الأهلي. بتشوف نقطة الجمهور، وأنت عارف يمكن جمهور النادي الأهلي ليه صولات وجولات كبيرة جدا مع النادي الأهلي، هل الأمر ده هيبقى ليه تأثير عليكم ولا أنتم بتتعاملوا مع الأمر ده إزاي؟ نو احنا نتعاملوا مع الامر ما يخفيكش، باللي ما في الجزائر احنا نلعب بمدرجات ممتلئه عن اخرها، وحنا يصح لنا الشرف باش نلعبوا ضد فريق الجمهور، فريق الاهلي في جمهور تعريف، وان شاء الله تكون مقابل وتكون بكل روح رياضيه بين الشقيقين الاهلي والمصري، وكما قلت لك اللي يكون مركز طيله 90 دقيقه هو اللي حيفوز بالمقابله ان شاء الله. ابرز التعليمات اللي من المدير الفني ليكوا ايه، وانت كمان كلاعب خبره بتتكلم ازاي مع لعيبه شبيبه الثوره، يعني قول لنا الكواليس يا كابتن يحيى. نو ما يخفالكش باللي احنا شرف لينا كبير باش نتقابلوا مع الفريق، فريق القرن، فريق الاهلي. ما كانش لينا الحظ وين في مقابله الاياب وين عملنا هدف لهدف كنا قادرين نفوزوا بالمقابله، هذا هو مكتوب الله، وان شاء الله احنا حنقابلوا فريق كبير غدا ان شاء الله، واللي اللاعبين كاع محفزين باش يديروا نتيجه ايجابيه ضد فريق الاهلي ان شاء الله. شكرا لك. كلام محترم الحقيقه من يحيى شريف. ولا حاجه ولا ترجم؟ لو تعرف ترجم. انا فهمت يعني معظم أيوة الكلام. لا الحقيقة. طبعا يعني بيتكلم كويس قوي على النادي الاهلي، وكرر كذا مره شرف كبير ان احنا بنقابل فريق كبير زي النادي الاهلي وجمهور كبير، وما تعرفش بقى الكلمتين دول بينايم بقى الناس ولا ايه. انما هو واضح انهم محترمين طبعا النادي الاهلي، وده مش بمزاجهم يعني. دي الحقيقة، ولكن دي الحقيقة طبعا. نقلق من من الحتة اللي هي بقى بيزودوا في التفخيم يعني.
انا عايز اقول لاسلام بالنسبه لمباراه بكره ان شاء الله، انا عن نفسي يعني ما فرقش معايا في النادي الاهلي مين اللي هيلعب. بالنسبه لي اللعيبه كلها واحد، كلهم زي بعض 22 اللي موجودين بالظبط. التشكيله الاساسيه مصطفى شوبير طلع، مصطفى شوبير يعني طبعًا. 21 لعيب. التشكيله الاساسيه دي حاجه خاصه تماما بالجهاز الفني ومستر لاسارتي، ان هو طبعا عارف حاله كل واحد، مش امكانيات كل واحد، الامكانيات دي عارفها خلاص، انما حاله كل واحد في الفتره دي او باذن الله النهارده وبكره. اهم حاجه بالنسبه لي انا ان يكون كل واحد في اعلى فورمه، لان طبعا موضوع التحفيز والروح القتاليه والضغط والكلام ده كله والبطوله والهدف كل ده طبعا اتقال وتكرر واتقال كتير جدا وهم حافظينه، اللعبه كلها حافظاه. اهم حاجه بالنسبه لي انا ان يكون كل اللي هيلعب سواء ال 11 او الناس اللي على الدكه اللي هتنزل يكونوا في اعلى فورمه، زائد كمان ان شاء الله باذن الله يكون عنصر التوفيق موجود مع النادي الاهلي. وعايز اقول للجهاز الفني واللعيبه والجمهور كلمه واحده، ان الماتش ده ممكن يخلص في اخر دقيقه يعني لاخر دقيقه، انت لو احرزت هدف تصعد. فالاربعه مش مطلوبه، نبقى متحمسين وعندنا الهدف. الفرق بين التسرع والسرعه دي فرق كبير جدا في الماتشات اللي زي دي، اللي هي محتاجه حسم ومباراه فاصله لغايه اخر ثانيه، لازم مؤازره الجمهور دي. وانا عارف الجمهور النادي الاهلي واعي وبقى حاجه تانية خالص، انه بيأزر لغايه اخر دقيقه. والنادي الاهلي طبعا يعني طول عمره بتاع الدقائق الاخرانيه نتمنى انها طبعا تخلص من بدايه المباراه، انما ما يمنعش لو خلصت برضه في الاخر وصعدنا في الحالتين الهدف الاساسي ان شاء الله هو الصعود في هذه المباراه. عموما كان تحليل فني رائع من حضراتكم النهارده، كابتن عادل، كابتن ماهر، كابتن حشيش. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله. شكرا يا كابتن عادل، شكرا يا كابتن ماهر، شكرا يا كابتن حشيش، شكرا جزيلا لحضراتكم. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد بقى هنتكلم عن الصحف والمواقع المصريه ماذا قالت عن مباراة غدا إن شاء الله. دي المباراة الهامة جدا، مباراة النادي الأهلي ضد نادي شبيبة الثورة الجزائري. بعد الفاصل كريم سعيد.